السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في القناة تاعنا رزق بلومبي. اليوم بغيت نوريكم خاوتي كيفاش تركب الرادياتير بطريقة عصرية، طريقة شابة تخرج لك غاية وهي الأفضل. هذه هي الطريقة المخيرة كاع، خير من اللي تخرج تيو تاني تخرج بصح ماشي كيما هكا تبقى لك مدى الحياة. ماكاش لي يخرب لك التيوات، تخرج لك شابة ماكاش لي يقطعهم لك تاني غرايين وكاع. لا شوفوا هنا كي راني مركبينها. ها نبداو صحيح الاولى، شرحت لكم في الفيديو السابق كيفاش فوت التيوات وكيفاش خدمنا. هنا غادي نوريكم كيفاش ركبت هذه بهالطريقة. ايوا الاولى تراسينا قطعنا هذه النقيسة تاعنا كيما قلت لكم، اللي مو فيها 8 سنتيم وتزيد 10 من 10 تزيد 5 من 5 من هاي تاع الويت نديرو فيها 92 من هذه من الروتور من الغادي 92 صحيح منا حتى لهنايا 92 نقطعو بلاميل نخول الشخ تاعنا تاع الحيط ونطلعو تيواتنا. من بعد صحيح كي نخدمو نخلو الراديتر هما توالا كاين اللي يركبهم لا كنت تركبهم بلي زابلي كيما هاكا تركبهم قبل البنتورا وتبلعهم ودير لهم لي بوشون كيما هاكا لي بوشون كيما هادي نديرهم لي بوشون ها نديرهم لي بوشون الشيء تحسب من الارض من الدالة تحسب من الدالة 85 ودير النيفو تاعك تحط الرادياتر هكا وتتراسي. انا ديجا راني وريتكم في الفيديو السابق تتراسي تركب هذو لي فيكسا في هذو ركبناهم في الحيط خاطر الحيط تاع كات غير صغير وفي ولا بغيت تركب هذو ثاني هذو فيهم تريكلاش تقدر تطلع وتهود ها كي تزير البون تطلع وتهود قد ديرها عوجه تريقت تحط النيفو فوقها وتبدا تزير بالفيساس تسقم لك. ومن بعد ولا تركب هذو اللي عندك بريك ولا عندك حيط كبير تجي تركب هذو بصح هذو لا كنت غلط تضربهم غير ولا تعوجهم باش تفتح لك النيفو. فهي هي هم الافضل هذا كل واحد وشي شي يفضل. تفوت طلع تيو تاعك تحط الرادياتور سي بوزيتها لا هذا امارتو الاخرين ايه تحط الرادي تاعك بوزيها تحط فوقها النيفو تريقليها صاي تركب ها هاتو عادي صاي نقيتها تركب الفانا هاك شواك شحال من سنتيم هذيك تركب ال انا بنحلها قدامكم تشوفوا والله قلها لي تشوف عليها الرادي تركب لها مزيره باش نفهمكم كاع كي ديروا باش تخرج شابه هكا هي المخيره كاع. وكاين هذو لي روزوس كاين الرون كاين الكاري كاين بالك لي مودا كاع عجبتهم هذه اينوكس فري لا عجبت اللي تعجبت من تحت هكا هايو وخرج هذه مش كيما الاخرين يغبن شويه هذا القليع تاعها. شوف شنو يدير ها قلعتها انا الروزوس ما ركبتهاش دق ها دير الروزوس ودير مونشو ها ولا قلبت شحال من سنتيم هذا تاع نيشان شحال من سنتيم تاع الترك هذا واقيلا سيس كان جبنا سيس وجبنا فيها بزاف هذو كاين سيس سانك كات دو تروا لي بايها راه كورميكس كرومي تركب فيه مامرو كان زبانتيا برونز وتركب الفانا تاعك. انا ما ركبتش الرصاص غادي نختار دي نوسخها من ما ركبتهاش ركبها في التيو هكذا باش تفعل ركبتها في التيو في التيو تاعي لا طالع حنايا تاع الميتيكوش طالع منا ايا ونا سايره دي تاعي محطوطه سي حطيتها وركبتها في التيو وركبت لها هذا كود فمال ميتيكوش اسيرتي ركبتها هنا هكا ايا ودخل تما درت القياسه تاعي طلعتها هكا دخلت في الحفره كي دخلت الحفرة ضيرت عليها بالرمس بالباث اسيرتي باث اسيرتي وهي وخليتها هاكا مرخوفة من تلات تيفلون الاول طلعتها وصي هادي محطوطة الرادياتر راهي نيشان نشوف القياسة اسكو راهي نيشان ولا غاية ولا داخلة ولا ماشي خارجة من تحت ومن الفوق نفيريفي غاية منا ومن غادي في الديبار والروتو ونفيني بالبلاطو السيما قبل ما نفيني بالبلاطو السيما لا كانوا الحيطان تعرفهم بلي عيانين دير حاجة تحت تكاليهم سلوكة ولا حديد ولا انا درت خاطرش ندير مسامير خاطر ندير طرف تاع ميتيكوش كيما هذو الحيطان تاع بكري تاع الكاد درت مسامير تاع بروش يا في الفوقخ
شو وثاني يديرها في هذه الطريقه، ثاني يديرها في التيومين يكون خارج ديريكت. كي تجي تبدل كان يجي واحد كاع يجبد فانا تبقى مزيره مع الحيط، تبقى مزيره مع الحيط. هاي لا طريقه كيما هكا تركب تبوزيها ومن بعد تفيني بالبلاط. هذيك البلاط كي راني خادم ها فيني، كاين اللي غيغبج كاين السيما ويغبجها ومن بعد يقول لك الماسو فيني. ما كاش الماسو تخدم خدمتك انت، كل واحد فيني الخدمه تاعه. وتركب لي روزاس هما. هذه اينوكس فري، هذه وقيلا دايره 45 ولا ما عارف 60 الف، والله ماني عاقل في الفاتوره ولا عالي توفي. هيا تركب، كاين الكرون كاين كاري، تركبها هاك ودير حسابك باللي تخلي حق الرصاص. راك شعري هنايا سالا 2 ملم وقيله، هاي 2 ملم انا اللي كتب الرصاص. المهم الابليك تموت مع الحيط ولا تجي خارجه اي ابي، ما تخليش تخرج بزاف، لا خرج بزاف تقوفلي تجي مقوفلي. عاود كيس بالرصاص ها وتزير، دير تيفلون ليكيد وتزير. تيفلون ليكيد متوسط المقاومه كل 150 درجه ولا ماشي دوك تيفلوني قطع 60 دوغري وقاع ماشي نتحلك من بعدها وتزير وتجي شابه ما شاء الله. كنا نرجع الراديات هذا دروك ها، ترجع الراديات تدخل دخل هضم الفوفيه الاولى ها، طيح هذه عرفتها ها، والاخرى اللي يطيح الروح لما ها نزيروهم، ديرو لهم تيفلون ليكيد ونزيروهم، نزيروهم نطيفلو ليكيد ونزيروهم تخرج. وثاني دير حسابك الحيط، لكن الحيط عاود يحشيها لك يخدعك في غادي في حيطه الحجر. استنى واحد عاود على بالك بلي قعدت معاه شيطتني شويه، صغرت لها هذه وكبرت لها وحده من الغادي، درت لها اتحد 1 سنتيم من نقصت لها 1 سنتيم ودرت لها واحده اخرى كيما هذه من الغادي باش طاحت لي البارديت تبان نيشان. غبنتني شويه واحد البلايص. هيا هاي هذه هي الطريقة ها، تركب خرجت شابة ما شاء الله. هذه كاع السكنة خدمتها كاع بهذه الطريقة، خدمتها كاع بهذه الطريقة، خرجت ما شاء الله الله يبارك. هذه هي الطريقة وخت خرجت شابة، هذه هي الطريقة الشابة كاع المخيرة فيهم، زعما ماشي راني نزيد عليك ولا كاين اللي ما عندهاش إلا غالبة. هذه كنت مارك منقص أبليك فانا على الحدا تاع 60 ألف ولا أي ناقصها ولا 100 ألف، ديرولها كاع 100 ألف ناقصها منو 100 ألف ناقصها. بصح كي تخرج تيو تاعك من الحي ديريكت تاع الواحد من يدخل عندنا نخدم له بالأبليك ولا بتيو تاع ميتيكوش. تخرج تيو تاعك من الحي ديريكت توني شويه شويه صادي فوجي غريان راكم عارفين غرين. كاين واحد يجي خدمنا لها ماهش بعيد علينا، كيروح حنا نركبوا لها واحد شويه تاع خدمه نزيدوا زعما شويه تاع خدمه صناهم غاردين تيو هذا غرين عايشين عليه. قلت لها حبه تاع فاينس طير وغادي تخدر فاينس في الشنابر تاعها، قلت لها حبه تاع فاينس طير ولازم نديروا لي زابليك دروك ما عنديش ندير لك كاين كاين ندير بس لك. هذه هي الطريقه نقول لها حبه تاع الفاينس خاصتي يكونوا قرض الفوق ايوا نقطع ونركب لها ابليك نعاود نرجع حبه تاع الفاينس. المهم هذه هي الطريقه تاع التركاب تاع الراديات بطريقه عصريه، هذه هي ما درتها لكمش من قبل لا غالب ما ولا ما كنتش نصور خدمتي. اي هذه هي الطريقه ربي يحفظكم وما تنسوش ديرونا ابوني تفعيل الجرس وبارطاجوا مع الاصدقاء وتبقاو على خير.